يصادف اليوم 15 يناير يوم الطفل الخليجي، وهو حدث دولي أعلن عنه مجلس الصحة. وبسبب هذا الحدث الدولي راح تكون عندنا اليوم لقاءات إن شاء الله تكون جميلة وحلوة. أكيد. افتغادة بلا شك هاشم، من هذه اللقاءات اللي راح نحكي فيها أكثر عن الطفل وأهمية هذا اليوم للطفل، وشلون ممكن هذا الطفل يعزز من ذاته وقدراته في بيئته وفي مكانه حتى يطلع للمجتمع بطريقة سليمة صحيحة، قادرة أن تكون هناك رجال ويكون نساء قادرين على حمل الأمانة، حمل أمانة الوطن. عشان كذي راح تكون اليوم معانا الأستاذة القديرة بشرى التميمي، معلمة ومدربة في الحياة، وراح تعلمنا أكثر عن هذه الأمور. يا هاشم حياة الله معنا أستاذة بشرى، منورتنا ومشرفتنا. الله يحييك ويسلمك، مشكور وعساكم على القوة. الله يحفظك أستاذة بشرى. بما أن اليوم 15 يناير يصادف يوم الطفل الخليجي، شلون تشوفين إلى يعني أهمية تحديد يوم خاص للطفل الخليجي، وهي مناسبة تسلط الضوء على الطفل الخليجي من جميع النواحي؟ هو شيء وايد حلو فعال، كون أن الطفل يعتبر اللبنة الأساسية في المجتمع، فهو جيل المستقبل، فبناء على الطفل أنا من خلال الطفل راح أكون جيل المستقبل، فلما أتعب على الطفل من البداية أكيد أنا راح أكون جيل واعي وقوي ومقدر لذاته. فعلا ذاته، قلتي الذات وتقدير الذات وأهمية هذه الكلمة قولا وفعلا. أستاذة بشرى، شلون نعزز أهمية تقدير الذات عند الطفل بداية في الأسرة؟ بداية خلينا نقول شنو معنات تقدير الذات. يلا نقول تقدير الذات هو الإنسان اللي يكون مقدر لذاته، اللي شلون يشوف نفسه بشكل اجتماعي، الإنسان اللي يكون واثق قادر عنده رؤية، عارف يتواصل بالمجتمع بطريقة فعالة، يكون عنده قيمة، حاس لما يقابل المنظرة داخله وخارجه عكس نفس الشيء، فيكون إنسان مرتاح بحياته، فقادر على الإنجاز، قادر على البذل، قادر على العطاء، ومرتاح في جميع النواحي. فالإنسان المقدر ذاته يشوف نفسه بطريقة يعني مريحة، فإنسان يكون فعال. يعني مهم جدا أن يكون هناك تقدير للذات. بالضبط، هو تقدير للذات هو شيء وايد مهم بالحياة، شيء وايد عظيم. فالإنسان اللي قدر ذاته يقدر ينجز بعمله، يقدر يتميز بحياته، يقدر يعيش حياة سعيدة، لأنه هو الإنسان المقدر ذاته راح يكون إنسان سعيد بالآخر. جميل جدا. أستاذة بشرى، شو الفرق بين الثقة بالنفس وتقدير الذات من سؤال نظرك؟ سؤال وايد عظيم. كلمتين إذا اجتمعوا تفرقوا، وإذا تفرقوا اجتمعوا. خلينا نقول مثلا إذا جت قلت لي تقدير الذات راح أقول لك هي الثقة، بس لما تيجي تحط لي تقدير الذات والثقة راح أقول لك إن تقدير الذات، عفوا الثقة، إن أنا قادرة أو مميزة بشيء محدد. حلو. يعني أنا عندي ثقة بمثلا مواجهة الجمهور، ثقة في عملي. ولكن خلينا نقول تقدير الذات، تقدير الذات هو شيء موسع، فأنا مقدر حياتي بصفة عامة، مقدر ذاتي. أنا ممكن يكون عندي قصور في مواجهة الجمهور، بس أنا بالواقع أنا معترف بهالخطأ وأحاول أقدر، أو مو محتاجة بالحياة، أو أني أنا قادرة مثلا أني أتوافق مع الأخطاء اللي عندي وأحاول تدريجيا أني أعدلها. فيعني في فرق شوي بين تقدير الذات والثقة بالنفس. جميل. شلون ممكن ننمي الذات عند الطفل تحديدا، ونصنع هذه الذات بالنسبة له، ونخليه يعيش على أن هناك ذات في نفسه لابد أنه يقدرها، يحترمها، ينميها ويصقلها؟ تقدير الذات النقد، النقد شيء وايد هدام، تلاقين الأم أو الأسرة تهدم الطفل من خلال النقد أو اللوم أو من خلال الكلمات، يعني تلاقين الكلمات القاسية تقسين على الطفل، أنت كسلان، أنت مو قادر، فتلاقين يعني الطفل مو قادر يكون مقدر لذاته. فالكلمات الإيجابية لها دور وايد على الطفل، لأن مثل ما تعرفون أن الكلمة الطيبة لها دور كبير. طبعاً. لما أي أنا أمدح شخص، شنو المقابل؟ راح أقدر أعز عنده تقدير الذات. فبالبداية النظرة للأشياء الإيجابية عند الطفل وعززها وقويها. جميل. إذا كان في أمور سلبية فأنا أحتاج أطورها وأشتغل عليها. ما أقارن؟ المقارنة، المقارنة تذبح، تقتل. بالضبط. لأن هي في فروق فردية، ففي فروق وقدرات فردية، فأنا شلون أي أقارن شخص في قدراته مختلفة عن الشخص الثاني؟ وخاصة بالبيت لما تقول له مثلا درجات أخوك أحسن من درجاتك، أخوك يسمع كلامي أنت ما تسمع كلامي، فهذه المقارنة تخلي الغيرة وتخلي الشخص مو مقدر لذاته. فعلا. جميل. شنو الدلالات اللي تبين لي أن الطفل اللي عندي عنده انخفاض في مستوى تقدير الذات؟ تدني تقدير الذات، تلاقي الطفل اللي مو مقدر ذاته يحاول يكسب رضا الآخرين بشكل مبالغ فيه،
ينتقد نفسه، أنا اليوم غلطت وايد، وما يستانس بإنجازاته مع أنه طفل صغير. إذا كان عنده مثلا فشل أو خسر بلعبة أو أي شيء ثاني، تلاقي يلوم نفسه وايد، أنا خسرت، فما يتقبلها بشكل رحب. عكس الطفل المقدر ذاته، تلاقي يلا أوكي خسرنا يلا نلعب، فيتحرك إنه يبي ينجز، تحس الإنجاز عنده وايد قوي، تحس يحب خلاص يلا اللي بعده. الغير مقدر لذاته تلاقيه إنسان ضعيف ثقة بالنفس، ولوام لذاته، يلوم ذاته. حتى لما يجون تلاقينا متنمر عليه، ممكن الأشخاص اللي حوله يتنمرون عليه، مثلا يأذونه بداخل المدرسة أو حتى بالكلمات، فيدور الرضا بعيون الناس أكثر ما أنه يكون هو قادر، أنه هو مو محتاج الآخرين بطريقة قوية. جميل. أستاذة بشرى، إذا يعني من نظرتك للمجتمع والأطفال من حولك أو من خلال عملك، شو تشوفين الأطفال الحين؟ هل هم فعلا قادرين أن هم يقدرون في ذاتهم؟ هل هناك قيمة في ذاتهم؟ هل المجتمع قاعد يعطيهم وينمي معاهم هذا الشيء، ولا هناك انخفاض في هذا الجانب؟ والله هو يعتمد، الطفل المقدر لذاته وراء أسرة. أيوة. ساعدت على الوعي. الطفل الغير مقدر لذاته تلاقين الأسرة هي طريقة تعاملها، فإذا كان الوعي من الأسرة بالتالي يندرج للطفل. فإحنا إذا زرعنا الثقة، زرعنا حب العطاء، اعتماد على النفس، وقوينا تقدير الطفل لذاته، أكيد رح نقدر أن احنا ننشأ يعني مجتمع قوي. فعلا. جميل. هني نقول إن محور مهم إنزين بلقائنا، وهو دور الأسرة والأهل من وجهة نظر يعني تربوية، شلون يمكننا أن نربي الطفل على احترام ذاته، وبأي عمر نقدر نعزز هذه القيمة عند الطفل؟ أستاذة بشرى، تقدير الذات من بداية وجود الطفل الإنسان يقدر ذاته، فأنا لما أطلب من الأسرة تقدر ذاتها، أن ننتبه للجوانب الإيجابية عند الطفل، أعززها، أقويها، أطورها، فأحاول قد ما أقدر. إذا كان أيضا في جوانب سلبية، أحاول أن هني يعطيني مؤشر، أن هذا المؤشر في نقطة، يعني هو لما يعصب ولا يعاند أكيد في نقطة تحتاج علاج، فأشوفها نقاط قوة أن تساعدني عشان أعرف وين الخلل. صحيح. الثناء، لما أمدح الطفل أمدحها بطريقة طبعا ما تكون مبالغ فيها، لما يقول أنت شاطر، أنت عظيم، بشيء مو محلة، ولا بدون ما نحس النرجسية، فأنا أمدحها بالشيء اللي سواه، وبينا أن المرات القادمة نحاول نعدل السلوك هذا أنت، ونبينا إحنا في حب غير مشروط، أن أنا أحبك أنت كطفل، أحبك أنت ولدي، مو عشان أنت ناجح ولا عشان أنت شاطر، أنا أحبك أنت بدون، وأحاول أني أحتضن هذا الطفل أكثر بعد. جميل جدا. هل من أنشطة فعاليات معينة يتبعها أولياء الأمور أو المدرسة مثلا في أنها تساعد أن تعزز من ذات الطفل وتكون له كيان وشخصية وذات؟ مثل ما قلنا بالبداية أن في فروق فردية، ففي أطفال تشوف هو في مميزات بنواحي معينة، فأنا لما أخذ هذا الطفل وأحاول أن أقول له أنت قادر يلا تعال قدم مثل يوم إذاعة مدرسية. حلو. أنا خايف، أشجع مرة مرتين، أتعب على المهارات اللي عنده، إذا كان عنده ذكاء بالرياضيات أشتغل على مادة الرياضيات، ذكاء باللغة العربية أعزز هالجانب، ذكاء حركي أو موسيقي، فأنا أحاول قد ما أقدر أشوف وين هو يتميز وأخذ النقاط هذه وأعززها، فمن خلال الأنشطة المتنوعة أكيد. جميل جدا. أستاذة بشرى، يعني ساعات الواحد يحب يختبر ذكاء أطفاله، يسوي لهم آي كيو تيست وغيره من هذه الأمور عشان يعرف الفروقات اللي موجودة بين أطفاله، هل هذه الشغلة تسبب حزازة بين الأطفال خلينا نقول أو غيره، أو هذا حق مشروع للأبوين إنه يقيس مدى ذكاء طفله؟ هو الجميل إن أنا موجود الطفل، ليش شنو السبب؟ أنا ليش جبت الطفل؟ هل فقط إن أبي ناجح بالدراسة، ولا أنا أبي أكون أسعد بوجوده بالحياة؟ فأنا أتقبله مثل ما هو، حتى لو كان في فروقات، حتى لو كان في، لما أي أحط حاصل الذكاء رح أكتشف أن ولدي مثلا نقول أحمد يختلف عن فهد، فلما أي أشوف الاختلاف هذا رح يصير فيني هذا ذكي وهذا مو ذكي، ممكن أنا أضايق وأبلش المقارنة. صحيح. بس لما أي أشوف أن هني في فروق فردية وأبدأ أتعامل معاه كل واحد على شخصه هو نفسه، رح أعطيه حقه وأسعد فيه بوجوده كطفل عندي، مو محتاجة أني أنا أعرف شنو التنوع، وأعزز قدراته وأشتغل على السلبي الموجود عنده. جميل جدا. جميل. أستاذة بشرى، هل تقدير الذات يقاس؟ هل مقياس معين ممكن يزيد ممكن ينزل، أو أنه هو شيء ينمى داخل الطفل ويكبر معه لين تكون له الشخصية، وعلى أثرها تتعايش مع أوضاعه، مع هو إيش كثر قادر أنه يعزز من ذاته، ولا هو مهدومة ذاته من الأساس؟
في ممكن تغيرات تطرأ عليها؟ طبعا هي الظروف والمواقف ممكن تأثر بين فترة وفترة، ولكن تقدير الذات يبدأ الإنسان مقدر لذاته. فممكن خلينا نقول مثال، إذا في اثنين من الأشخاص قرروا أنهم مثلا ينتهون من الوظيفة، أو في الشخص المقدر لذاته تلاقينا يروح يدور لعمل ثاني ينجز يتطور، الشخص الغير مقدر لذاته تلاقينا هو اللي يختار أنه ينزوي يقعد بروحه ما يكون عملي فعال. كذلك الطفل، الشخص المقدر الذات تلاقين الطفل أساسا بطبعه حركي يحب اللي بعد الإنجاز هذا، لكن مرات غلطة الوالدين إنه لا يجبرونه بأشياء معينة، يعني ما يبي يكون هو شخص كهو طفل، لا يبي يكون نسخة منه. فأنا ممكن أصحح أخطائي عن طريق طفلي، فبالتالي إنه تلاقي الطفل غير مقدر لذاته. صحيح. أستاذة بشرى، اليوم لما نقول هناك دور للأسرة، هناك أيضا دور للمدرسة في تنمية ذات الطفل. هي مش مجرد وزارة خلينا نقول للتعليم، هي وزارة تربية وتعليم وتنمية قدرات وتطوير مهارات أكاديمية. نبي نتكلم شوي عن دور المدرسة في تطوير ذات وتنمية ذات الطفل. ممتاز. كوني معلمة أنا دائما أسعى أني أحاول قد ما أقدر أركز في الفروق الفردية عند الطفل. فإذا لقيت أطفال أحب تعال واجه الجمهور، يلا في فقرة تحدث، يلا تعال تكلم، زين أبله خاف حاول مرة مرتين، يلا اللي بعد اللي مو قادر يحس في تردد يشوف اللي قبله فتلاقينا يتقوى. فكثرة الأنشطة تساعد على يعني أن الإنسان يعرف وين أنا قوي. فلما أعرف أنا مثلا شاطر بالرياضة ولا شاطر بمادة معينة وأسويها أكثر من مرة يعطيني الثقة، مع زيادة الثقة والكلمات المحفزة هني أنا قاعد أحاول أني أقدر ذاتي، أو الطفل يقدر أنه يقدر ذاته. فأنا أسعى أني أحفزه وأقوي نفس الوقت يكون هو مقدر لذاته. أكيد. فعلا هو صنع الشخصية يبدي منذ الطفولة في وضع ذات قادرة على أنها تهتم بنفسها من خلال وضعها في أماكن تليق فيها. علشان كذي هل من كلمة تحبين تقولينها وتنصحين فيها أولياء الأمور أنهم ما يهدمون ذات عيالهم وأنهم يصنعون هذه الذات كثر ما يقدرون؟ ممتاز. تقدير الذات شيء وايد عظيم بالحياة. فأنا لما أي أنشئ طفل مقدر لذاته، أنا نشأت طفل معتمد على ذاته، قادر ينجز، قادر يحل أموره بالحياة، أعطيه مهام أنه تساعده أنه هو إيجاب الحياة، لأنه بأول وتالي أنا راح أكون معه فترة مراقبة مو مع أغلب الأوقات. فأنا إذا أعطيتها الثقة والقوة من الصغر بعد فترة أقدر أعتمد عليه. صحيح. أبلش بالمهام الصغيرة لما قدرة. الثناء والمدح وايد مهم، أن أنا أمدح طفلي وخاصة أمام الآخرين. يعني ما أي أقول كلمات قدام الناس، يعني ما أي مثلا أقول ولدي هذا مو ناجح بالدراسة، ولدي هذا شخصية والله راح أهدم شخصيته. يعني أنا مرة من المرات ياني طالب قال لي أبله أنا يعني غبي، فأنا صار فيني شلون كذي الطالب يقول عن نفسه، فهذا وين سامع الكلمة؟ أكيد بالبيت. فأنا الكلمات أحاول أنا يعني أكون منتقى لها، أنتقي هذه الكلمات. فلما أكون حريصة بانتقاء الكلمات، المدح المستمر، طبعا قلنا أن المدح ما يكون مبالغ فيه، وأيضا ذكر النواحي الإيجابية، ونشتغل على الشيء السلبي شوي شوي لأنه هو مؤشر يعتبر. جميل جدا أستاذة بشرى، يعني دائما نسعد لما تكونين ضيفة عندنا. الله يسلمك. زين، وخاصة لما تعطينا هذه الإرشادات الجميلة اللي احنا نسميها التربية الحياتية. نعم. الحلوة هذه. فكل شكر لك ضيفتنا الأستاذة بشرى التميمي، معلمة ومدربة حياة لايف كوتش. شكرا لك. شكرا لك. عساك الله الساعة المباركة. بنروح معاكم مشاهدينا إلى فقرتنا الجاية، راح تكون مع أنوار الشلال، اختصاصية في العلاج النفسي واستشارية تربوية أسرية، وحديث عن المقارنة بين الآخرين وما أدراك ما مشاكل هذه المقارنة. خلونا نشوفها ونسمعها.